الكويز. هذه كيف كنت تسمع فينا مع محمد علي بحر، مجموعة من الأسئلة جاوبني في سعفيس عن مغرب برشا تخمام. السؤال لو شكون أحسن لاعب تونسي تاو؟ تاو في التونسي في الشامبيونات تونسي وك عنده جنسية تونسية في الشامبيونات في تونس. في السيزون هذه. في السيزون هذه. إيه. الشماخي. أحسن لاعب في تاريخ تونس. تاريخ. أنا أحسن لاعب بنحبه يعني في ال. من القدوم ما تفرجش فيهم، أحسن لاعب نحبه ما ظهرتلوش برشا من العكس برشا هو ياسين شيخر. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في أوروبا في الشبينة تونسي؟ حتى شماخ اللي قلت لي أحسن لاعب تونسي ليه صعيب برشا لأوروبا. الوحيد اللي كنت متخيله باش ينجح في الأوروبا ويمشي يعمل كارير في الأوروبا هو يوسف الملك. حدنا يوني ولا خليج ولا خليج، حتى الخليج جبتوا بينا. باش كنا قرب لاعب ليك زوز قرب لي. اي زهير الضويت مير عمر. احسن مدرب تونسي من الاول ولا كيما تحب؟ احسن مدرب تونسي نحبه في ترينت عند برشا انترونوريت، اما احسن مدرب تونسي نحبه في خدمة في تربية في كل شيء وجلال قادر. أحسن مدرب ترينيت عنده جلال قادر. مدرب عنده فضل على بغين غناء مرات محجوب علاش؟ خطر وقت اللي قلت لك البداية متاعي كانت خايبة في القروين، هو اللي يقف معي ودز معي. الوحيد يمكن في ليزونترنور اللي داز معايا وقت اللي انا في كنت في بيريود خايب. ماتش ما تنساهش؟ ماتش ما نساهوش. قروان والمرسى في المرسى اخر جورني اللي يخسر يتيح. ربحنا فكرني شنو صار. ربحنا دو زيرو. ملكية؟ لا هدف. الماتش هذاك هو قعد في بالي. بونتو ما تنساهش؟ مع قروان كنت مستير كوب. كيفاش؟ كنت سيزو وقتها. احلى بونتو سجلته هذا زيدا. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته. هدف. اليوم. موسى بوكونغو صاب خليف في الدربي. موسى بوكونغو نقوله بعد عقدة متاع قدش من عام خليف عليش. نحب الجو ذيك متاع الاخر وقت. اوكي. اقوى جمهور. مش قولي الكلوب. اقرب جمعية ليك الكلوب. حاجة فيك ما تعجبكش؟ الرأسي صحيح. شكون أحسن لاعب في العالم؟ أنا نحب يالهم أحسن لاعب ميسي. أحسن مدرب في العالم؟ يعجبوني العباد هكا اللي واعيين يحبوا ريالهم يا أخوي يستعرفوا بالحقيقة. كلوب. شكون القدوة متاعك؟ زيدان. آخر سؤال، أنت جاي خممت قلت زعما شنو يسألني؟ شنو مشى في مخك؟ لا ظهري الأسئلة ذيما. بتعطي برويج. كنت لوكويز.